ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. قبل طبعا ما اخش مع حضرتك في اخبار النادي الاهلي او اخش مع حضرتك في اخر صفقاتك، حضرتك معايا ولا ضدي في الكلام ده؟ يعني اعتقد ان حضرتك كنت معايا في جزء وسامع الحديث. راي حضرتك ايه؟ طبعا يعني خلاص انت بتتكلم على حياه، يعني الحياه عشان تستمر او تستأنف او ترجع انت بتتكلم في اسس لازم تتحط ولازم يتضبط، ومش واحد او اثنين او في البلد اللي احنا عايشينها في الوقت الحالي او في المرحله اللي احنا يعني عايشينها دلوقتي، مهما كان اسمك ومهما كان حجمك او مهما كان منصبك ما اعتقدش ان انت ممكن تعمل حاجه لوحدك، لازم الجموع، يعني الجموع هم اللي يبقوا حابين يعملوا كده. عشان كده بقول دايما يعني احنا لازم نشتغل، يعني احنا لازم نشتغل لسه، يعني خليني هناخد بعض الحته تانية يعني مختلفه شويه، بس يعني احنا 90 مليون مظبوط او اقل من 90 مليون شويه او اكثر من 90 مليون شويه مظبوط، نسبه الناس اللي متعينه في الحكومه ومتعينه بشكل رسمي قد ايه؟ 40% او 30% او 50%، انا ما اعرفش والله بس بسال. طب اللي موجودين بيشتغلوا بوقت حالي في الوقت الحالي قد ايه؟ رغم ان هم متعينين بجد او الدنيا معاهم يعني بشكل رسمي، اللي بيشتغل في الوقت الحالي قد ايه؟ هتلاقيهم 50% كمان. اذا انت بتطالب من 20% من 90 مليون ان هم يصرفوا على 90 مليون، هم دول اللي بينتجوا، يعني ده امر صعب جدا. الناس لازم تشتغل، لازم تشتغل، الحياه لازم ترجع، لازم نستحمل شويه او نعرف شويه ان الناس اللي ماتت والناس اللي ضحت والناس اللي راحت عشان مصر دي تبقى كويسه، راحت عشان بكره يبقى افضل، راحت عشان الحياه تبقى اقرب، راحت عشان عيشه تبقى احلى. ما اعتقدش الناس اللي لو الناس اللي ماتت لو شافت وضعنا في الوقت الحالي هتبقى مبسوطه، يعني مستحيل. يعني فانت بتتكلم في حاجه يعني لازم الناس كلها من جواها تبقى عايزاها، مش واحد ولا اثنين. لو قعدت تصرخ يا كابتن سيف من هنا لبكره من غير ما حد يبقى معاك وبيساندك وبيزقك، ما اعتقدش ان انت هتلاقي اثر. يعني حتى البوزيشن اللي انت موجود فيه، تمام، مش عايز اقول ما بقاش له قيمه ممكن، لكن الناس لو مش متجاوبه معاك خلاص طبعا هيساعدك. عندك حق والله. كابتن سيد، يعني طبعا ببارك لحضرتك على ابو تريكه ووائل جمعه التجديد، والحقيقه موقف مشرف جدا فيهم من وجهه نظري، الظاهر انا ما بقتش بشوف يعني اليومين دول. لقيت امبارح برضو بعض الاعلاميين طالعين يعني في حاله مزايده على ابو تريكه، يعني ايه سال 50%؟ هو هيسيب فلوس النادي؟ طب العقد بكام؟ طب انا ما بقتش فاهم حاجه. هو مش المفروض ده موقف كويس ويشكر للراجل وهو جدد وفي حاله انتماء داخل النادي الاهلي زي ما اتعلمنا، ولا في حاجه غير كده؟ لا يعني هي حاله، عارف الحاله اللي معتاده في مصر في الوقت الحالي، يعني اي حاجه هتقولها يعني زي ما انت بتشوف، مش جديد على فكره اللي حضرتك بتقوله ده، اي حاجه انت هتعملها في الوقت الحالي هيطلع مليون كومنت على ان انت يعني سيء، عارف اللي هو عارف، وكمان بتقول صباح النور، يعني صباح الخير وكمان بتقول صباح النور، هي كده هي الفتره الحاليه كده. لكن انا ما يشغلناش، او عندنا في النادي الاهلي ما بنقفش ده كتير، يعني انا يهمني الفعل. يعني انا موقف وائل وموقف ابو تريكه موقف يعني في منتهى مش عايز اقول الاخلاق، لان هم اخلاقهم واضحه حتى وان كانوا طلبوا اكتر كده، لان ده حقهم. ده يعني حقيقه تسدد عندك ده حقك، ده عمله طلب بالنسبه لك، يعني موافق مش موافق ده حقك، زي بالظبط زي ما بقول لحضرتك انا محتاج ان انت تبقى معايا، تمام، طلباتك ايه؟ هو ده بالظبط كان موقف ابو تريكه وائل جمعه. يعني لكن الناس دي قدوه لشباب جاي، قدوه البشر ملوش علاقه بالكوره، تمام، ان انت بتراعي حاله البلد اللي انت فيها، بتراعي الظروف اللي بتمر بيها، بتراعي المنظومه اللي انت واحد منها، بتراعي النادي اللي انت بتلعب فيه، ومن نفسك بتقول يا جماعه انا شايف ان انا يعني الامور مش هتبقى مظبوطه، انا النادي اتعامل معايا على مدار يعني فتره طويله جدا. وائل جمعه النهارده وهو بيتكلم معايا او بيجدد، راجل قال لي انا طول عمري ما بتكلمش فلوس خالص، بس النادي هو اللي بيقدرني، لكن المره الوحيده اللي هتكلم فيها فلوس هي المره دي، تمام، لان انت هو شايف ظروف النادي، يتكلم في فلوس ان هو يقلل من فلوسه، تمام، هي المره الوحيده اللي يتكلم فيها فلوس عشان يقلل من فلوسه او يقلل من اخر عقد خده. يعني هو شايف حاله البلد، فكون ان في حد بقى يطلع يقول كلمه ولا يقول اثنين ولا ثلاثه هو حقه، يعني مش هتوقع منها فكره. صح والله صح. الحقيقه انا لما قربت منهم يعني فرحت، المنتخب في قطر هم رمز لاي واحد بيفكر يلعب كوره حقيقي،
يعني وائل جمعه ومحمد ابو تريكه محافظ الالقاب طبعا، الحقيقه شخصيات يعني سواء خارج الملعب سواء داخل الملعب يا كابتن سيد حاجه يعني قمه في الاحترام، يا ريت كل الناس تبقى كده. كابتن سيد هاخد حضرتك برضو في احمد فتحي ومحمد ناي جدو، في عرض فعلا من هال سيتي، يعني في نيه ان هم يروحوا الدوري الانجليزي، لسه في كلام مع كابتن حسام بدري؟ لا هو عن طريق اتحاد الوكلاء امبارح يعني، وتحديدا شيحه يعني كان اتكلم في الموضوع ده وبعت فاكس رسمي بالكلام ده، فاكس رسمي منه هو، لكن احنا طلبنا منه انه يكون العرض عن طريق النادي، النادي بعت لنا بشكل رسمي واحنا نرد عليه، لما يبعت لنا بشكل رسمي هيتعرض الامر على المدير الفني، والمدير الفني بقى هيعمل حقه انه يقول اه ولا، او على حسب قيمه العقد وشكله ويتناسب مع اللاعب ويتناسب مع النادي ولا لا، لكن ما جبناش الحاجه رسميه من نادي هال سيتي لحد دلوقتي يعني. وكويت وعرض الكويت الكويتي خلاص فعلا اتلغى، هم اجلوا لشهر مارس والنادي الاهلي رفض. هم كانوا حابين يخلوا الموضوع ل 25 مارس، طبعا 25 مارس ما تعرفش ايه اللي ممكن يحصل يعني، عندك لو الدوري ربنا يكرم يا رب، ربنا يكرم يا رب ويستأنف يعني او يبدا يعني، هتبقى بالنسبه لك امر صعب يعني، فكونك ان انت تاجل دلوقتي عشان 25 مارس ما تقدرش تدي موافقه بالسلبه او تدي اسف رد يعني بالسلبه او بالايجاب الا لما تشوف وضع الدوري يعني. كابتن سيد يعني في بعض الانديه دلوقتي في استعداداتها او في كلامها بتقول والله انا مركز على البطوله الافريقيه، لا والله انا عندي ماتشات وديه، بعد ما هتحدد ميعاد الدوري قلنا هنلعب، تحس ان الانديه برضو في بعض الانديه ما فيش اهتمام او ما فيش اعداد ان هو يبتدي الدوري مثلا في ميعاد اهو يلعب، هل النادي الاهلي يعني كده ولا لا في استعدادات دلوقتي للدوري؟ انا عارف ان في مجال الكوره يعني لازم يبقى في تحميل، تقلل حمل، تنزل حمل، يعني قبل ما انت بتستعد للبطوله بيبقى في حاجات خاصه، هل ده موجود دلوقتي داخل النادي الاهلي؟ لا هو الامر صعب شويه يعني، شأنها شأن الانديه طبعا، لكن في النهايه يمكن الامر بالنسبه لنا كان مختلف سنه يعني، انت كنت تلعب بطوله افريقيه وبعدين كاس العالم للانديه ورجلك موجوده في الملعب وعندك استعدادات ثانيه للسوبر الافريقي يعني، لكن انا بعذر الانديه طبعا لان انت عارف يعني اصابها الانديه يعني هتنزل المره دي، كل مره يوم 17/9 17/10 19/11 17/12 17/1 يعني كل يوم 17 ده بقى يعني المره دي 2/2/2 فانت كل مره بتبقى بتدي معاد وبتخلفه، فالانديه بقى عندها نوع من عدم المصداقيه يعني. اعتقد ان المره دي لو برضو نفس الامر تكرر يعني صداها في الشارع نفسه مش على المنظومه الرياضيه، صداها في الشارع ما اعتقدش انه هيبقى ظريف يعني، اعتقد انه هيبقى صعب جدا، لان اي دوله يا استاذ سيف واي مؤسسه محترمه او اي يعني مكان بيبقى له كلمه وله سمعه اعتقد الكلام لازم يكون فيه ثقه، فالثقه المره دي لو ما بقتش موجوده اعتقد ان هيبقى لها خلل في الشارع المصري كمان، انت كل الجهات المعنيه كل الجهات المسؤوله سواء كانت اتحاد كوره او وزاره الشباب او داخليه اجمعوا ان في بطوله هتستأنف وان في نشاط هيرجع، فالناس خلاص هيئت نفسها لكده، فلما تيجي لاي سبب تلغيها او تاجلها اعتقد ان صداها في الشارع هيبقى صعب قوي، هتطلع تصدق يعني هصدقك ازاي بقى كل مره؟ او دي حقيقه ده الدنيا متظبطه والدنيا امنه والبلد زي الفل، هصدقك ازاي اذا كان انت ما تكفيش حتى بكلامك او وعودك يعني. دي حقيقه. كابتن سيد محمد بركات، هل يعني الملف اتقفل؟ هل في تجديد؟ هل في الكلام اللي بتسمعه في برنامج فعلا في عقد؟ طبعا يعني احنا يعني مرتبين الاسماء كده، مش باسماء معينه، مش فلان وفلان وفلان ورا بعض كده، لا يعني كل يوم او اثنين هيبقى في قاعده مع لاعب يعني، لكن خلينا اقول حاجه بس، حق كل اللعيبه، حق كل اللعيبه تمام انه يفكر في دخله ويفكر في رزقه، لان ده مصدر رزقه يعني تمام، فده حق ما حدش يقدر يتكلم فيه خالص يعني، حق بتاعه. كابتن سيد هو فعلا كابتن طلب من حق الانديه انها تقول للاعب ان انت طبعا يعني مش هينفع تبقى معايا، حق النادي كمان ان حق اللاعب كمان ان هو يقول يا جماعه لا النادي ده العرض ده ما يناسبنيش والعرض ده يناسبني وهكذا يعني، يعني بلاش مش عايز اتكلم في الحاجات الانسانيه اكتر من الواجب يعني، الواجب ان على ارض الطبيعه وعلى ارض الواقع الحالي ان الناس بتجدد، هي انتمائها مش مشكوك فيه، بالعكس ده كل الناس
سواء اللي جددت او اللي لسه هنتكلم معاه، يعني كل الناس ما عنديش ادنى شك ان هم بيحبوا النادي الاهلي، ممكن يكونوا اكتر مني يعني. تمام، لكن ده حقه، حق ان هو يتكلم فيه، وحق ان هو يقول لا انا عايز كذا ولا مش عايز كذا. بس يعني كابتن سيد، هو فعلا في شرط البرنامج في عقد بركات، ولا دي اشاعه قصه مش موجوده؟ لا لا لا، ما اتكلمناش خالص. اولا محمد بركات قيمه كبيره جدا، سواء على المستوى الفني او حتى الانساني او الشخصي يعني. تمام، لكن هو عارف كويس قوي ان الامر ده ما ينفعش معانا يعني، فما اتكلمش فيه اصلا يعني، ما ينفعش معانا خالص كنادي كلوائح او نظام يعني. هو عارف كويس الكلام ده يعني، لو انت بتتكلم على حد مثلا جديد ولا حاجه اقول لك يعني ما يصبر عندنا ممكن يقول الكلام ده، لكن تحديدا محمد ما هو عارف الكلام ده خالص يعني. كابتن سيد، شريف عبد الفضيل فعلا في عرض اماراتي ولا برضه لسه ما فيش كلام؟ ما جاليش والله، ما جاليش حاجه يعني. انا بسمع ساعات وتليفونات بتجي لي، لكن في النهايه انا زي ما قلت لك على الفيس كمان لجده او فتحي، النادي يطلب اللعيبه بشكل رسمي، احنا كمان هنرد عليه بشكل رسمي، سواء كان بقى بالمقابل المالي او الموافقه او الرفض كده يعني. لكن التليفونات او عن طريق احد الوكلاء، لان يعني لو هتسمع لكده مش هتشتغل، هتلاقي كل يوم عندك حد مطلوب يعني. كابتن سيد معلش يعني هاخدك في قضيه مهمه جدا. سمعنا كلام من فتره كده من كابتن محمد ابو تريكه او اللعيبه الكبار يعني رموز النادي الاهلي، ان هم في حديث مع الالتراس، في نوع من التهدئه، ان هم ممكن يكونوا موجودين يوم الحكم مثلا في المحكمه كنوع من التعاطف مع الالتراس. هل الملف ده مفتوح لدي اللعيبه، لدي الجهاز الفني؟ في كلام، هل فعلا ممكن تبقوا موجودين هناك؟ في دور دلوقتي بيحصل لتهدئه الالتراس، او يعني في حاجات كده؟ ولا بص، تهدئه او انزعاج او حاجه دي مش في حساباتنا خالص يعني. انا ما عنديش مشكله مع حد عشان يبقى في تهدئه، بالعكس ده جمهورنا يعني، جمهور الاهلي كله يعني. حتى ان انت اسم كده دي حاجه مش حلوه يعني، انت كله في الاخر. لا كابتن سيد معلش، كابتن سيد من غير ما اقطع حضرتك، بس هو في سوء تفاهم. انا بقول لحضرتك مش تهدئه الالتراس مع الفريق النادي الاهلي، تهدئه الالتراس عامه يعني، ان الجهاز او اللعيبه بيتدخلوا لتهدئه الالتراس في الملف ده. انا عارف ان الالتراس هو جمهور النادي الاهلي، مش خلاف ما بين ده وده. انا هسالك سؤال واحد يا كابتن، انت نفسك يعني او اي حد على فكره ما لعبش كوره اساسا يعني، او ما لوش في المنظومه الرياضيه، او ما تابعش كوره في حياته، وسمع الواقع وسمع بس كده خبر او قرا خبر او شاهد المنظر ده، هتقول له نفسك فيها؟ يقول لك نفسي في قصاص عادل طبعا يعني، حتى وهو بعيد. مفيش حاجة في الدنيا هتقدر تخليك ترتاح شوية أو تهدى شوية، أو الناس تبقى عندها بصيص أمل، غير إن أنت يبقى في قصاص للي حصل ده، أو إن يبقى في عدل. العدل ده بقى اللي يرضي ربنا. على فكرة أنا بقول حاجة برضو يعني شهادة لله عز وجل، أنا يعني مش هبقى فرحان إن أنت تعمل حكم يرضي الألتراس أهلاوي عشان أنا بنتمي للنادي الأهلي، ولا هبقى فرحان إن يبقى ترضي حكم أو تطلع حكم يبقى فيه طبعًا مسيس ولا يرضي بورسعيد. أنا هبقى فرحان وسعيد لو أنت بتدي حكم لربنا سبحانه وتعالى، لأن ربنا سبحانه وتعالى يرضى بكده والقانون بيقول كده. وأنا عندي طبعًا يقيني إن شاء الله الرحمن إن القضاء هيمكن إن الغلطان يتحاسب، وده الحق. بس خلصت على كده، الموضوع منتهي، لأن أنت لما تعمل كده أنت هترضى ربنا، ربنا هو اللي بتعمل الباقي، خلاص هو اللي يصلح لك أمورك. لكن لو هترضي حد معين أعتقد إن أنت هتغضب ربنا سبحانه وتعالى، أعتقد إن مش بالأمر السهل يعني. طبعًا ففي الآخر في الآخر في الآخر الحكم اللي يقوله ربنا سبحانه وتعالى والقانون، تمام، اعتقد ان هو ده الحاجه الوحيده اللي ممكن تؤدي بيها يعني. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا كاستاذ عبد الحفيظ، وباخد من كلام حضرتك ان احنا كلنا لازم نرضي ربنا، كلنا لازم يبقى عندنا ثقه في ربنا، لازم يبقى عندنا ثقه ان شاء الله باذن الله في القصاص العادل، ولازم زي ما الكابتن سيد عبد الحفيظ قال كده، هو ان شاء الله باذن الله يبقى الحكم قصاص عادي اللي يريح كل الناس، وما يبقاش فيه ظلم لحد، وما يبقاش جاي على حد، وتبقى الامور ان شاء الله باذن الله ماشيه، وهو ده اللي بنسعى له يعني.